اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. أسرار القبلة عند كل برج. لكل منا طريقته وسلوكه في الحياة، فالتصرفات التي يتم القيام بها أمام الناس تختلف اختلافا كليا عنها في الخفاء. عملية التقبيل ليست بعيدة عن هذا الموضوع، فكما أظهرت دراسات علم الأبراج الفلكية أن هنالك تصرفات يتبناها كل برج في التقبيل، وسوف نتطرق لها في هذا الفيديو. أسرار قبلة برج الحمل. أمام الناس يقوم مولود برج الحمل بتقبيل محبوبته بحزم وبسرعة، بحيث تأتي القبلة من العدم ومن دون أن يتم ترقبها. أما بينه وبين شريكته في الأماكن المغلقة، يقوم بتقبيل محبوبته مبتدئا من الأكتاف أو قسم من الرقبة، ومن ثم يمهد طريقه ليضمها نحوه ويقبلها من الشفاه وبقوة. أسرار القبلة عند برج الثور. أمام الناس يقوم مولود برج الثور بترصد الحبيبة ويراقبها جيدا حتى يجد الوقت المناسب لكي يقوم بطبع قبلة واحدة دافئة على إحدى جوانب الفم. أما بينه وبين شريكته في الأماكن المغلقة، يقوم بالنظر إلى المحبوبة بعيون منسدلة ينبعث منها الدفء قبل أن يقرب المسافة بينه وبين شفاهها الناعمة الطرية. أسرار القبلة عند برج الجوزاء. أمام الناس لربما مولود برج الجوزاء يفضل أن يلتقط حبيبته وهي ضمن محادثة أو أثناء قيامها بأمر ما، ويقوم بالانقضاض عليها من كل جانب طابعا على شفاهها قبلات مثل الفراشة. وعندما تحاول الحبيبة معاودة تقبيله، يقوم بالابتسام ابتسامة الشخص اللعوب. أما بينه وبين شريكته في الأماكن المغلقة، فيحب مولود برج الجوزاء أن يتلمس شعر حبيبته أثناء تقبيلها قبلات سريعة الوقع والخطى، ومن ثم يتقصد الابتسام بتكلف عندما يكون هنالك فترة راحة من القبل، معلنا أنه المنتصر والأفضل. أسرار القبلة عند برج السرطان. أمام الناس مولود برج السرطان يرغب بمسك يد الحبيبة ويقوم بتقبيلها قبلات لا تعد ولا تحصى، مستغلا كل دقيقة يقوم بها لجذب انتباهها. أما بينه وبين شريكته في الأماكن المغلقة، فلربما يفضل أن يجهز الشموع والأزهار بطريقة رومانسية، ومن ثم يقوم بطلب الإذن من المحبوبة قبل أن يباشر في عملية إشعال الحب. أسرار القبلة عند برج الأسد. أمام الناس يقوم مولود برج الأسد بالتقدم بخطوات مليئة بالثقة نحو شريكته، مانحا إياها قبلة أخاذة على الجهة الخلفية من رقبتها في محاولة منه لكي يجعل جميع من حوله يشاهدون ذلك. أما بينه وبين شريكته في الأماكن المغلقة، فيحب مولود برج الأسد أن يهيمن على الحبيبة حاملا إياها نحو السرير،
بحيث يكون جاهزاً لتقديم الأداء الذي كان ينتظر تقديمه طوال اليوم ولا يتوقف حتى يبهرها. أسرار القبلة عند برج العذراء. أمام الناس يقوم مولود برج العذراء بالانتظار حتى لا يبقى أحد ليشاهد، ومن ثم يطبع قبلات على شفاه أو خد حبيبته، ومن ثم يدعي وكأن شيئا لم يكن. أما بينه وبين شريكته في الأماكن المغلقة، فقبل أن يطبع قبلاته يقوم باللف والدوران حول الحبيبة لامسا القسم العلوي من جسمها واصلا على ثنايا الصدر والأكتاف، ومن ثم ينقض مثل الشبح على الشفاه بحيث يجعل المحبوبة تعاني للحصول على قبلة من شفاهه. بعدها يتبعها بموجة من القبلات الحارة تاركا الشريك متلهفا للمزيد. أسرار القبلة عند برج الميزان. أمام الناس بداية يقوم مولود برج الميزان بالنظر إلى الحبيبة نظرات إغراء، ومن ثم يتقدم ببطء نحوها ويقف أمامها حتى يجعلها غير مدركة لأحد في الغرفة سواه، وبعدها يقتنس الشفاه بحركة مدروسة. أما بينه وبين شريكته في الأماكن المغلقة، فيقوم بمداعبة وجه الحبيبة بلطف، ومن ثم يقوم بإعطائها قبلات كثيرة كما لو أنها تحتاج هذه القبلات لكي تحيا. أسرار القبلة عند برج العقرب. أمام الناس يقوم مولود برج العقرب بتقبيل حبيبته بغيرة وعن عمد عندما تحادث شخصا غيره، وطريقة تقبيله أشبه بحركة تملكية بحيث بالكاد تستطيع الحبيبة الجزم فيما إذا كان غاضبا منها أو من ذاك الشخص الذي حدثته. أما بينه وبين شريكته في الأماكن المغلقة، فيقوم برمي الحبيبة على السرير، ومن ثم يقوم بمداعبتها قبل أن يشق طريقه نحو شفتيها. أسرار القبلة عند برج القوس. أمام الناس يقوم مولود برج القوس بتقبيل الحبيبة بطريقة متتابعة ولطيفة بحيث توحي قبلاته بالمديح والإطراء لكل شيء يقدسه في زوجته. أما بينه وبين الشريكة في الأماكن المغلقة، فيقوم القوس باقتناص جسم الحبيبة كما لو أنه في حالة مصارعة، ومن ثم يعلن انتصاره عبر تقديمه قبلات لها وكأنها مكافأة منه لها. أسرار القبلة عند برج الجدي. أمام الناس مولود برج الجدي يتعمد بغرابة إزاحة الشعر عن وجه حبيبته حتى لو لم يكن هنالك أي شعر يعيق رؤية وجهها، ومن ثم يحاول بخجل طبع قبلات على وجنتيها، ومن المرجح ألا يتطرق إلى الشفاه. أما بينه وبين شريكته في الأماكن المغلقة، فلربما قد يتبع التقنيات التي قد بحث عنها وتعلمها من الإنترنت، ومن ثم يحاول تطبيق كل ما تعلمه على الحبيبة. أسرار القبلة عند برج الدلو. أمام الناس يتعمد مولود برج الدلو ملامسة وجه الحبيبة، ومن ثم يحاول أن يثبت نظرها نحوه بيديه، بعدها يعطي قبلة تطمينية وحارة مستهدفا بها منطقة الشفاه.
أما بينه وبين شريكته في الأماكن المغلقة فيقوم بوضع ألبوم الموسيقى الذي يحبه، فهو يأخذ وقته بالاستمتاع بالموسيقى قبل أن ينحني نحو حبيبته ويلامس وجهها بحرارة، ومن ثم يطبع قبلات حذرة، وفي نهاية الأمر يستجمع كل الثقة في العالم وينهال على المرأة بقبلات شديدة العمق والحنان. أسرار القبلة عند برج الحوت. أمام الناس من المرجح أن يقصد مولود برج الحوت القيام بأنواع محددة من الألعاب لكي يتقرب من حبيبته ويقبلها، جاذبا إياها من خصرها. أما بينه وبين الشريكة في الأماكن المغلقة فيحرص مولود برج الحوت على راحة الحبيبة حتى يباشر بإثارة شفاهها، ويبقى على هذه الوضعية حتى تأخذ الفتاة المبادرة وتجعله ينخرط أكثر في التقبيل. كانت هذه رحلة الفلك مع أسرار القبلة عند كل برج، قدمناها لكم من قناة رويش تي في. اكتبوا لنا في التعليقات إلى أي برج تنتمون وهل تنطبق هذه المواصفات عليكم؟ إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. إذا أردتم مشاهدة المزيد اختاروا واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.